قبل 21 عاماً سقطت بغداد، مشهد لن يمحى من الذاكرة، فهو من بين أبرز الأحداث التي هزت العالم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حينما أسقطت القوات الأمريكية تمثال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في ساحة الفردوس في بغداد. قبل ذلك بأسابيع بدأ الغزو الأمريكي للعراق بقرار من جورج بوش الابن، وبعد هذا الحدث بنحو 8 سنوات أعلنت واشنطن أن الحرب في العراق قد انتهت بقرار من باراك أوباما. وبعد الخروج الأمريكي دخل العراق في أزمة أخرى، حرب ضد داعش، حيث سيطر التنظيم الإرهابي على نحو ثلث مساحة البلاد في صيف عام 2014 وحتى أواخر العام 2017. وما بين كل هذه المشاهد والحروب التي عصفت بالبلاد، عاش ويعيش العراق أزمات عديدة أخرى، فساد وفقر في واحدة من أكثر الدول الغنية بمواردها الطبيعية، والمتضرر الأول هو المواطن العراقي الذي لا يزال يعيش حتى الآن مع تداعيات الغزو الأمريكي. والمشهد الجلل الانطلاق ربما حين سقطت بغداد. نحييكم إلى ساعة حوار. Stages of military operations to disarm Iraq. Alert! Reaffirmed that the United States keeps its commitments. نناقش مشاهدينا هذه التفاصيل والتداعيات والنتائج حتى اليوم مع ضيوفنا الكرام، الأستاذ مسعود الفك مختص إيران وشؤون آسيا الوسطى بشبكة العربية للأخبار، الدكتور ظافر العاني السياسي العراقي، والدكتور صباح ناهي الكاتب والباحث العراقي. أهلا بكم ضيوفي الكرام لمحاولة فهم. نحن طبعا بالأمس كانت الذكرى 21 لسقوط بغداد، والصورة التي لن ينساها التاريخ والتي يعني كانت لها تداعيات كبيرة يقول البعض هي سقوط تمثال صدام حسين في بغداد. سنذكر بالفيديو، سنذكر بهذه الصور ونعود لمناقشة هذه التفاصيل. صورة ستبقى للتاريخ، كنتما حاضرين داخل بغداد، الصورة كيف كانت دكتور ظافر؟ ربما من أكثر الصور يعني إيلاما، وما يزال جرحها لم يندمل بعد، ليس في قلوب العراقيين فقط وإنما في قلب كل عربي. يعني رغم أننا يعني كدول عالم ثالث غادرت عصر الكولونيالية منذ بعد الحرب العالمية الثانية، لم يكن أحد يعني ربما ليتوقع أن يعود الاستعمار من جديد، يعني الاستعمار بثقل دباباتي ومدفعيتي. سنعود لهذا المصطلح اللي استخدمته. أنا فقط أريد أقول لحضرتك يعني تفضل. أتمنى لا يكون هذا يعني من سقط الكلام. أن العراقيين كلما قال أحد أمامهم سقوط بغداد قالوا بغداد لم تسقط وإنما دخلها الساقطون، كناية عن طبيعة النخبة السياسية التي جاءت على ظهر دبابات الاحتلال. ولكن هذا الكلام يقال اليوم، في بداية هذه الصور كان يقال بأن هناك ترحيب كان بالجانب الأمريكي في دخول العراق. أكثر الناس الذين يعني ارتبطت صورته في هذا الموضوع عندما قال عراب الاحتلال كنعان مكية، دكتور كنعان مكية صاحب كتاب جمهورية الخوف، يعني الذي كان وكأنه إنجيل قوات الاحتلال في دخولها العراق تحتج به بعد الاحتلال، يعني كتب بما يشبه الاعتذار وألف كتابا آخر اسمه الفتنة، كناية عما حدث في بغداد. كنعان مكية عندما كانت
تسقط الصواريخ على بغداد كان يقول هذه الصواريخ صوتها كصوت الموسيقى في أذني. وعاد بعدها ليعتذر. حتى النخب السياسية التي جاءت مع المحتل هي اليوم أنا سمعت أحدهم بالأمس لأنهم يتحدثون عن أنه نحن نادمون على هذا الموقف. طبعا طيب، ولكن ما هو نحن نحاول أن نفهم متى بدأ الإحساس بالندم دكتور صباح؟ يعني في الأول كان هناك حديث عن ترحيب أمريكي بدخول وبتحرير هذه المصطلحات التي استخدمت في الأول وبتحرير العراق، ولكن فيما بعد بدأت تتشكل شيئا فشيء صورة أخرى. متى بدأ فعلا الإحساس بالندم من غزو أمريكي للعراق؟ دعيني أعلق على المشهد الصورة السابق. وأنت كنت قريب منها كذلك. أنا كنت في مدير مكتب العربية وبرأس الـ NBC، فكان الكادر الصحفي معايا يصور هذه اللحظات. وبالصدفة كنا بالطابق 17 من فندق المريديان والساحة الفردوس تحتنا. كان المشهد بالنسبة أنا كنت مع زميل في معايا وهو أحد الزملاء الأعزاء، كنا غير مصدقين من الذي نراه. يعني كانت المشهد كأنما صورة يعني صورة من الفضاء، لا نصدق ما الذي يحدث في بغداد. يعني الدولة العراقية كلها موجودة، أغلبها موجود، التي تلاشت حقيقة شيئا. ولكن اسمح لي، لماذا كانت الصورة لا تصدق؟ الصورة لا تصدق لهذه الدرجة. تمثال صدام حسين كان يمثل رمزية كبيرة في الداخل العراقي. لا، لأنها تختتم مرحلة من تاريخ العراق. يعني هذا المشهد هذا المشهد غير متوقع نهائيا بالنسبة للشعب العراقي، لأنه النظام كان قوي، النظام كان وقتها قوي وعنده جيوش وعنده قدرات عسكرية هائلة. فجأة هذا النظام يتداعى كليا، ولم نجد سوى أطفال صغار يلاحقون هذا التمثال. هذا المشهد يعني بالنسبة لنا إحنا كمتابعين وصحفيين مشهد غير مصدق. صحيح، هذا الجانب. لا هو كان متوقع، بس أنا أقول أنه أحيانا بعض الصدمات الكبيرة المرء لا يريد أن يتخيل وقوعها. لا أحد كان يعتقد بأن العراق سينتصر على القوات يعني المتحالفة أو الأمريكية وحلفائها، يعني وخصوصا أن القوات العسكرية كانت تعاني يعني في فترة الحصار وقبلها في احتلال الكويت، ويعني حتى في مرة واحدة على يسمى شارع الموت ما بين الكويت إلى البصرة، يعني ربما كذا 1000 دبابة عراقية، يعني عدا يعني آلاف من الشهداء. قصدي أنه كان الجيش العراقي في وضع متضعضع، يعني لا أحد كان يتصور يتخيل أنه، وربما أنا أقول ربما أنه القيادة العراقية قد أعدت نفسها لهذا الموضوع، فهيئت المقاومة ربما لاحقا أو شيء من هذا القبيل، يعني لست متأكد. لكنه حتى وزير الدفاع العراقي قبل الوصول الأمريكان يعني ربما بعشرة أيام يعني من بداية المعركة قال بأن الجيش الأمريكي سيصل بغداد خلال أسبوع. حتى وزير يعني الدفاع. كان هناك تحضير. خلينا نذكر فقط لأنك تحدثت عن غزو العراق، نذكر بأنه هذه الصور التي كنا تابعناها لإسقاط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس أتت بعد أسابيع قليلة، 3 أسابيع تقريب أو أكثر بشوية من الغزو الأمريكي في بداية شهر مارس للعراق. هذا الغزو الأمريكي تم في 19 مارس 2003 حين أعلن الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش الابن الغزو الأمريكي للعراق. نتذكر هذا التصريح ونعود. في هذه اللحظة تخوض القوات الأمريكية وقوات التحالف المراحل الأولى من تدمير أسلحة العراق وتحرير شعبه والدفاع عن العالم في مواجهة خطر محتم. بناء على أوامري بدأت قوات التحالف باستهداف مواقع محددة ذات أهمية عسكرية لتقويض قدرة صدام على شن الحرب. أستاذ مسعود، بعين المتفرج من الخارج وليس من الداخل كضيوف الدكتور صباح والدكتور ظافر، كيف كان وقع هذه التصريحات على المشاهد، على المتابع، على المراقب للشأن العراقي؟ بالنسبة للشأن العراقي، الكثير من المراقبين يعتقدون بأن الخطأ الاستراتيجي في الحسابات بالنسبة لصدام حسين عندما غزا الكويت في المرحلة التي بدأ الدب الروسي في مرحلة السبات الشتوي
وهذا الدب بدأ يتفكك، أو الاتحاد السوفيتي بدأ يتفكك. صدام حسين لم يحسب لهذا الأمر حساب، لم يعرف بأنه سوف يواجه الأمريكان لوحده، لن يقف الروس كما كانوا في السابق كحلفاء لصدام حسين يقفون إلى جانبه. أنت تتحدث كحلفاء عسكريين أو كحلفاء أو على الأقل حلفاء مجلس الأمن مثلا أن يرفع فيتو بخصوص غزو العراق؟ العراق معاهدة صداقة وتحالف استراتيجي مع الاتحاد السوفيتي. لهذا السبب في واقع الأمر سنة 2003 هي كانت في واقع الأمر محصلة امتداد وامتداد لسنة 2000 لغزو الكويت. والمسألة الأنكى في هذا الوسط الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل القاعدة، والأمريكان بدأوا يبحثوا عن ضحية. هنا هجموا على أفغانستان. بعد الهجوم على أفغانستان جورج دبليو بوش أعلن محور الشر. محور الشر كان يتكون من 3 دول: إيران، العراق، وكوريا الشمالية. كوريا الشمالية كانت تحظى بدعم الصين، لذا ليست مرشحة للهجوم. إيران في هذه المرحلة بدأت تغير خطابها من خلال رئيس إصلاحي طرح مسألة حوار الحضارات، ووجدت قبول في الأمم المتحدة هذا المشروع من قبل الرئيس. وداخليا شارك نحو 78 من الإيرانيين في الانتخابات التي أدت إلى انتخابه مرة أخرى، لذا إيران غير مرشحة للهجوم في محور الشر. ولكن العراق خلال 12 سنة تآكل جيشه، قوته العسكرية تآكلت، قوته الاقتصادية تآكلت، وهناك عدم رضا داخلي وغضب خارجي على النظام. ولكن يبقى السؤال هنا في هذه المرحلة بين كل ما ذكرته وتفضلت بالإشارة له من هذه المراحل التاريخية، سواء فيما يخص اجتياح الكويت أو فيما يخص أسلحة الدمار الشامل التي تبين فيما بعد بأنه لا وجود لها في داخل العراقي، أو فيما يخص ما ذكرته بخصوص 11 من سبتمبر والولايات المتحدة التي تحاول إيجاد متهم لإطفاء نار في الداخل العراقي، من بينها كلها متى تقرر غزو العراق؟ ما من بين هذه المراحل الذي مثلت النقطة الفصل لاتخاذ قرار حاسم نهائي لغزو العراق؟ هي لحظة غزو العراق 2003 هي امتداد لحرب 91 وامتداد لغزو الكويت، وهي مستمرة. والحصار اللي دام 14 عام تقريبا هو امتداد لكل هذا الوضع. يعني العراق عام 2003 كان قد شهد عدة يعني حروب صغيرة متواصلة من قبل الولايات المتحدة ضده، يعني مثلا خطوط الطول والعرض التي فرضتها الولايات المتحدة وفرضها مجلس الأمن أيضا، أنه خط 32 وخط 36، يعني هناك مناطق بافر زون عزلت بين المنطقة الشمالية الكردية والمنطقة الجنوبية الشيعية. يعني هذه المنطقة الشمالية خلاص أصبحت لديها استقلالية تقريبا أن تكون دولة أو نواة دولة. منطقة جنوبية حينما عزلت بالطيران، بممنوع الطيران للجنح الثابت للطائرات الحربية بدعوى حماية الكويت. إذن الحرب هي لم تكن لحظة 2003. يعني هذا الخطأ استراتيجي لكثير المحللين يقولون الحرب هي 2003. 2003 هو التنفيذ. يعني أنا سؤالي على اتخاذ قرار التنفيذ. قرار التنفيذ هو كان قائم اللي طبعا كما قال الأخ مسعود إن المبررة هو أسلحة تدمير شامل. أسلحة تدمير شامل الذي اتهم فيها العراق هي فرية كل القادة الأمريكان وتون بلير نفاها. ولكن دكتور أسلحة دمر شامل كانت تعلى لدخول العراق، يقول بعض المقارئين المراقبين بعد كل هذا. قرار قانون تحرير العراق في الكونغرس الأمريكي أنا أعتقد هو يعني قبل بوش في عهد كلينتون هذا القرار في عام 98 هو البدء بالاستعداد لغزو العراق. قانون ملزم في الكونغرس الأمريكي وعدوا له ميزانية، كانت هناك ميزانية تمنح بما فيها المعارضة العراقية التي كانت يعني. ولكن الحقيقة اللي قال زميلي
أنه العراق بعد خروجه من الحرب مع إيران منتصرا وبترسانة عسكرية كبيرة وبتصنيع عسكري كبير وتوجه نحو الاكتفاء العسكري بمصانع ضخ عملاقة في العراق بما فيها المفاعل النووي العراقي، أصبح العراق مقلقا لدول المنطقة وحتى للغرب في منطقة حيوية يعتبرها الغرب خزين استراتيجي. العراق ثاني أكبر احتياطي للنفط بالعالم، ممكن أنه يعني يؤثر على اقتصاديات العالم المتحضر كما يسمى، خصوصا أنه هذا ترافق مع إعلان لصدام حسين عندما قال علنا أنه لدينا السلاح الكيميائي المزدوج وهو قادر على أن نهلك نصف إسرائيل. ولكن دكتور ظافر بكل صراحة، هل تعتقد بأن بعد فوز العراق أو بعد نجاح العراق في الخروج غالبا من حربه ضد الكويت، تعتقد بأن صدام حسين اختر، أو هناك مبالغة في القول بذلك؟ هناك حسابات أخرى ترافقت مع هذا الموضوع وأدت إلى التحشيد الدولي ضد صدام حسين. أنه كان هنالك يعني بعد انتهاء الحرب أصبح هنالك تضييق على العراق وحملة واضحة سواء كانت دولية أو حتى إقليمية بافتعال أزمة ما بين العراق والكويت تتعلق بالحدود وتتعلق باتهام العراق للكويت بقضية سحب النفط بطريقة مائلة، وافتعال الأزمة حضرتك تنسبها للجانب الأمريكي، هو الذي قدم معلومات مغلوطة تتعلق بموضوع يعني خليني أنساق على الأقل للرواية التي تقول بأن إيزابيل جلاسبي آخر سفيرة أمريكية كانت يعني في العراق عام 90 يعني قبل احتلال الكويت، أنها أوحت لصدام حسين بأن أمريكا لن تتدخل فيما لو حل العراق مشكلته مع الكويت بأي طريقة تناسبه. ولكن لجنة السياسة الخارجية في الكونغرس الأمريكي دعوها وطلبوا منها شهادة بهذا الخصوص. هي أكدت في هذه الجلسة بأنها لم تبدي بهذه التصريحات، بل حذرت صدام حسين من تحشيد قواته على حدود الكويت. هذا ما قالته أمام لجنة السياسة الخارجية في الكونغرس الأمريكي. محضر اللقاء بينها وبين صدام حسين مسجل وموجود وظهر إلى العلن وفيه. لا أنا أنقل ما هي قالته. صحيح. عموما أنا أقول إنه العراق كان يعني يمثل عنصر قلق لدول المنطقة ولدول الغرب، خصوصا إحنا نتحدث عن عراق كان يضع موضوع تحرير فلسطين، عداء مع الكيان الصهيوني، مشاركة العراق في مشاركة ثقيلة في كل المعارك التي جرت مع إسرائيل، ومعها تصريح بأن هذه أسلحته خصوصا يعني ذات الطبيعة التدميرية الشاملة أنها مخصصة إلى إسرائيل وليس لأي طرف آخر. هو جزء من الحقيقة، هذا الموضوع يحتاج إلى دراية شوية. الحقيقة أن العراق العمل الدعائي الإعلامي العراقي السياسي كان يستهدف إيران، يعني في الغالب العراق حينما خرج من حرب مع إيران عام 88 كان دائما إيران في البعد الخفي في السياسة العراقية. يعني العراق يعتقد أن الدولة الكبيرة اللي تجعتها حدود 1300 كيلومتر مع العراق هي الدولة المهددة، يعني ما كان يحسب حسابات دول أخرى، هي التهديد الأكبر. ولكن بعد الحرب وأيضا توقفت هذه الحرب، هناك مشكلات جديدة برزت، وهي أنه العراق طلب منه أن يدفع تعويضات هذه الحرب. لذلك القيادة العراقية تحولت إلى جبهة أخرى، يعني بدل أن تنسجم مع محيطها العربي وتتفاهم مع محيطها العربي ذهبت باتجاه آخر. ما لهذا السبب سأل دكتور ظافر إن كان هناك سوء تقدير كذلك من الرئيس الأسبق صدام حسين. لا شك طبعا، والعراقيين القيادة العراقية لم تكن يعني خصوصا بعد غزو الكويت والتي اعترفت بأنه خطأ واعتذرت عدة مرات عن هذا الموضوع بما فيها الرئيس صدام حسين، هو اعتذر عن هذا الموضوع ونائبه اعتذر بعدين عن موضوع الكويت. ولكن هذه المسألة يعني بعد أن بلغ سيل الزبا، بعد أن انتهى الموضوع
أن هناك تحشيد دولي وهناك استهداف للعراق وهناك قوات تستعد لمقاتلة العراق. والتحشيد الدولي تحدثنا عليها، إن كانت إن كان لك تعليق قبل ذلك أستاذ مسعود قبل الحديث عن التحشيد الدولي. نحن يجب أن يعني نفصل بين موقف المجتمع الدولي والإقليمي من غزو الكويت والموقف من 2003، موقفين مختلفين. في 2000 في عندما تم تحرير الكويت كانت هناك شرعية دولية، قرارات من المجلس الأمن والدول العربية والقوى العالمية كلها أرادت تحرير الكويت. ولكن في 2003 في واقع الولايات المتحدة وبريطانيا ذهبتا لوحدهما إلى هذه الحرب، بحيث بدون تخويف دولي، بدون تغطية دولية. كولين باول له تصريح مهم في ذلك التاريخ. كولين باول هدد فرنسا والدول التي تعارض سوف لن تشارك في غنائم ما بعد الحرب. ودول المنطقة ودول الخليج كما يقول الخبير البريطاني جيلبرت أشكار، وهو أستاذ جامعي في جامعة سويس في لندن، يقول بأن دول الخليج كانت معظمها تعارض في 2003 غزو العراق، لأنها كانت تشعر بأن إسقاط النظام قد يؤدي إلى فراغ داخل العراق ويصبح العراق بيد إيران، حسب ما يقول هذا الخبير. سيكون هذا نقطة نقاش في الجزء الثاني. ولكن بالعودة والحديث عن الحشد الدولي، أكثر من 70 قرار أممي في غضون سنة اتخذ للدفع بالغزو العراقي، عدد مهول وكبير. البعض سيسأل أين روسيا وأين الصين. روسيا تحدثنا عن تفكك الاتحاد السوفيتي، ولكن أين الصين؟ كيف كانت علاقة لأن جريرة العراق كانت كبيرة. يعني لا أحد يتعاطف مع دولة محتلة بالكامل، دولة أخرى صغيرة عربية. العراق دائما يتحدث عن الأمن القومي العربي، عدم الاعتداء ما بين الدول إحداها على الأخرى. يعني لم يجد العراق من يتعاطف معه في ذلك الوقت، لأنه جريرته كانت كبيرة. ولكن مش فقط العاطفة اللي تخدم، هناك حسابات كذلك. كيف كانت حسابات صدام مع الصين مثلا؟ كيف استخدم مجلس الأمن واستخدمت الأمم المتحدة في قضية الصراع مع العراق؟ يعني أعتقد أن ثالث طرفاً، يعني ثالث الأمم المتحدة ومجلس الأمن وطرف، بدليل خلال سنة، خلال عام واحد اتخذوا أكثر من 70 قرار ضد العراق. هذا ما صار في سابقة في أي دولة مع أي حالة، أي حالة أخرى. هسه الآن خذي مع أوكرانيا الآن، لا توجد هكذا قرارات. مع غزة لا توجد هكذا قرارات. لماذا؟ لأن هذه الدول مسنودة من دول كبرى لها حق الفيتو. فالعراق كان مكشوف تماما، لا توجد دولة كبرى تحمي العراق وتتخذ قرار الفيتو. لا توجد الصين والاتحاد السوفيتي، روسيا قصدي، كانت دولتان تتفرج، ما هم كانوا خارجين من أزماتهم الخاصة. الآن حتى الجامعة العربية، حتى الجامعة العربية كانت طرف أصلا. الجامعة العربية كانت ضد العراق وضد مواقف العراق، وهي لا تستطيع أن تكون صامتة في هذا الموضوع. صامتة لماذا؟ لأن قرار غزو الكويت قرار خاطئ جملة وتفصيلا. طيب، في كل الحالات نحن سنعود إلى ما بعد هذا الغزو، كيف كانت التداعيات وكيف كانت النتائج، خاصة بعد فاصل قصير. مشاهدينا نعود من بعده لنستكمل هذه الحلقة الخاصة بالذكرى 21 لسقوط بغداد. ابقوا معنا. ساعة حوار نحييكم مشاهدين من جديد، نناقش فيها ونواكب في الواقع ذكرى 21 لإسقاط القوات الأمريكية لتمثال صدام حسين في ساحة الفردوس في بغداد. أعلن عن مرحلة ما بعد عملية إسقاط التمثال هذا بعد غزو أمريكي غير كل المعادلة، يقول مراقبون في الداخل العراقي. ولكن قبل الانتقال إلى التداعيات والنتائج، كان صدام المستهدف أو العراق؟ يعني النتائج تفصح أنه الذي كان مستهدفا هي الدولة العراقية وليس شخص صدام حسين. لا أظن، لا أظن ذلك. يعني صدام حسين يعني جزء أو نتاج عرضي للمحادثة، أو أنه رمز استخدم. يعني أما الذي كان مستهدفا هي الدولة العراقية، بدليل أنه الأمريكان بعد الاحتلال يعني
دمروا كل أسس الدولة العراقية. هناك كتاب ل جلبريث وكان مستشار في بغداد وكان سفيرهم قبل ذلك في صربيا، اسم الكتاب نهاية العراق، يعني وهو عنوان موحي. قال ما معناه أننا وضعنا في الدستور العراقي ما سينهي العراق وهذا الكتاب. طيب ولكن ما تفسير ذلك يعني؟ ويمكن طرح سؤال على الكل، إن كان صدام هو الذي اتخذ قرار دخول الكويت، إذا كان صدام هو الذي صرح بموضوع الأسلحة، إذا كان صدام هو الذي بحسب تقديراتكم وتقديرات المراقبين حشد مشاكل أو جمع مشاكل مع الإقليم ومختلف مختلف دول المجتمع الدولي، لماذا تعتبرون بأن الاستهداف كان للعراق وليس لشخص؟ يا سيدتي، صدام نفسه في المحاكمة قال أنا المسؤول عن كل شيء حدث في العراق. هو في المحاكمة قال هذا الكلام، يعني هو أعلن أن أنا هو المسؤول عن كل القرارات التي اتخذت في هذا في العراق خلال هذه الفترة الحكم اللي حكم بها. القضية الأبعد يعني باعتقادي اللي هي غير منظورة، ان لماذا العراق هو المستهدف؟ يعني هذا هو لماذا العراق مستهدف. انا باعتقادي الشخصي العراق كدوله صلبه، يعني دوله ليست دوله سهله، دوله صلبه لديها جيش قوي، عندها طاقات كبيره طبيعيه، لديها احتياط نفط كبير، لديها شعب متنوع، وتمتد على منطقه جغرافيه خطيره، لها حدود مع 4 أو 5 دول رئيسيه في الاقليم، في الاقليم مهمه. باعتقادي هذه الدوله يجب ان تكون تحت انظار الغرب. يعني المعادلة التي لم يفهمها الرئيس للأسف يعني أن هناك متغير دولي هو الذي يتحكم في المنطقة تحت أنظار الغرب أو تحت سيطرة الغرب. أنظار وسيطرة الغرب. الغرب كان موجود في العراق أيام الحكم الملكي، أيام الحكم البريطاني. الحكومة البريطانية حينما كانت تحكم في من سنة 1920 إلى 1958 كانت هي تسير أمور العراق. يعني مثلا على سبيل المثال، الحكومة البريطانية حينما عملت الدستور، الدستور عملته من سنة 1919 إلى انتهاء 25 أو 26، يعني الحكومة كانت تهندس لهذا المجتمع. حينما أقصيت الحكومة البريطانية من بعد الانتداب بعد 58 وأسقط النظام الملكي، تحولت الدولة إلى 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 إلى, إلى دولة يعني يعبث بها أي شيء. ولكن هل تمكن المجتمع الدولي من السيطرة على العراق بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد؟ النقطة مهمة هنا يجب أن نشير إليها أيضا، بأن العراق الأزمة العراقية في واقع الأمر تفاقمت في مرحلة، في المرحلة التي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض وجود القطب الواحد بالعالم. في هذه المرحلة هي كانت ذروة محاولات الولايات المتحدة الأمريكية تفرض واقع جديد من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهو القطب الواحد. لذا الولايات المتحدة عندما ذهبت في 2003 لغزو العراق لم تكترث بمجلس الأمن ولا سألت عن شرعية دولية لتقوم بهذا العمل، لأنها شعرت هي كقوة عسكرية اقتصادية لا بديل لها الآن في العالم، شعرت بأن العراق في واقع الأمن تحدى، أنه تريد تجعل منا درس لكل الدول التي هذا السؤال. هل نجحت في ذلك؟ ابدا، هذا بنتائج عكسيه. لا تسمحي لي شوي بس احب اوضح قضيه. هناك من خلال متابعتي يعني كإعلامي ومتابع للشان العراقي، هناك حوار امريكي جرى منذ بدا الحقيقه بفتره مبكره. الامريكان كان لديهم قنصليه فتره مبكره في تاريخ العراق. الامريكان حاولوا مع صدام حسين بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية بعد 88 حاولوا بوفود كثيرة، حاولوا مع الدولة العراقية أن يتفاوضوا مع هذه الدولة العراقية لاستمالتها أو لوضعها على السكة الأمريكية. هناك رفض، كان رفض في القيادة العراقية بموجب الخط القومي الموجود في لدى العراق والآمال التي كانت تتعارض مع فكر صدام حسين شخصيا ومع الأيديولوجيا التي يؤمن بها. فكان هناك محاولات عديدة، حتى رامسفيلد هذا هو الصقر السياسة الأمريكية جاء للعراق وتفاوض معه شخصيا. بعد 88 جاءوا مهنئين وطلبوا منه أن يتخلى عن بعض الأشياء. 3 نقاط رادوا منه أن يتخلى عنها. أولا، لا علاقة لك في فلسطين، وتقول نحن منسجمين مع ما تقره الجامعة العربية. النقطة الأخرى، لا تعمل انتخابات حتى لو تصير واحد من أولادك يكون هو الرئيس، ما عندنا مانع. النقطة الثالثة، أن ترضي المعارضة.
هاي النقاط الرئيسية اللي كانت محور النقاش مع الأمريكان. الرئيس صدام حسين رفض رفض كليا، وهذه مثلبة كثيرة كبيرة، لأن الأمريكان جايين بثقلهم للعراق ولا أنا باعتقادي ما كان يقدر، يعني كان المفروض يوافق يعني مثلا على التحدي، ما يعني ما أقول لك يوافق ولا يوافق، بس الدكتور حبيبي دكتور ظافر أنا ما أقول لك يوافق، أنا ما أقول هناك حقيقة الأمريكان كانوا يتفاوضون مع القيادة العراقية في سبيل إذعانها أو في سبيل تمشيتها مع الخط الأمريكي، وهم يعرفون بأن صدام حسين لن يقبل، يعرفون شخصية صدام حسين، صدام حسين شخصية مواقفه واضحة، لو كان دكتاتوريا نعرف بأنه كان دكتاتوريا لا نستطيع أن نبريه من هذه التهمة، ولكن لا أحد يشك في قومية صدام حسين، لا أحد يشك في وطنية داخل العراق، هذه الأمور ليست موضع شك، لذا أن يرفض صدام حسين وهو شخصيته كانت بطريقة يعتبر نفسه هو مركز الثقل في الوجود العراقي، حتى في فترة الحصار يعني هذه المقترحات دكتور صباح قدمت للعراق وهو في أضعف حالاته في فترة الحصار، ورفض نعم أنه يعني أنه وجاء الرسول البابوي أعتقد من الفاتيكان كان بلي. يعني الوسيط أنه بعض أشياء تتعلق بما فيها ما يتعلق بفلسطين بشكل رئيسي طبعا، والعراق في أضعف حالاته في فترة حصار ورغم ذلك رفض هذه الإملاءات. طيب ولكن السؤال يبقى توا وحابين نفهمه، دكتور صباح يقول منذ قليل بأنه محاولة سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العراق أتت بمردود عكسي، كيف ذلك ونحن نتحدث عن سيطرة نسبية للولايات المتحدة الأمريكية بجنودها وبدعمها السياسي لداخل العراق؟ دعيني أقول لك هسه الآن كان يتصور الغرب بشكل عام والأمريكا بشكل خاص أن النموذج العراقي هو النموذج الذي سيعمم بعد سقوط النظام بعد سقوط النظام النموذج يعني هذه الديمقراطية التي فرضت على العراق وبالدستور الذي فرض 2005 ستكون هذه نواة لديمقراطيات وأنظمة شبيهة في إيران وفي في في دول الخليج وفي في بعض الدول العربية الأخرى في سوريا وفي ليبيا، ولكن النتيجة جاءت معاكسة تماما، لم يحدث شيء، يعني بالعكس لم يحدث كل النموذج، بقى العراق والآن الأمريكان اعتذروا عن دخول العراق، يعني كثير من السياسيين الأمريكان يقولون دخولنا خاطئ والنتائج خاطئة يعني وسياسي كبار بما فيه رئيس بوش. أمريكا عندما يعني أعلنت أنها يعني لا علاقة للعراق بأسلحة الدمار الشامل لا تجل أو له علاقة بالإرهاب، قالت أنه سنجعل من العراق نموذجا للديمقراطية، فإذا به يصبح عبرة للدول الأخرى لمن يعتبر عبرة للدول الأخرى. وطبعا أمريكا أعلن عندما تعلن أمريكا بأن الهدف اللاحق ستكون إيران وسوريا فإنها هيئت لهاتين الدولتين المبررات لكي تفشل يعني تفشل هذا المخطط. اثنين تقول جنابك انه الامريكان، هل الامريكان الان يحتلون العراق ام ايران عمليا؟ ومنذ يعني الايام الاولى الذي يحتل العراق بشكل عملي هي إيران وليست طيب أمريكا. خليني أنقل هذه النقطة للأستاذ مسعود حتى نفهم، وأستاذ مسعود أود من حضرتك أن تفسر لنا بطريقة مبسطة موجزة ومباشرة، كيف كان الموقف العراقي قبل الغزو الأمريكي مع الغزو الأمريكي وبعده سنفصله من بعده نحن سندخل في تفاصيل، ولكن هل كانت هناك نية إيرانية عينها على الدخل العراقي؟ قبل الغزو الأمريكي طبعا الإيرانيين كانوا يتمنون بأن يسقط صدام حسين، هذا الموقف العام لأنه كانوا يعتبروه هو المذنب الرئيسي في الحرب الإيرانية العراقية التي امتدت 8 سنوات، ويعتقدون بأن هذه الحرب هي أوقفت عجلة التطور الاقتصادي والصناعي وما شابه ذلك في داخل إيران وجعلت إيران تواجه أزمات، هذا هو الموقف. ولكن قبيل إسقاط صدام حسين وغزو بغداد إيران الموقف بدأ غير واضح، العسكريين الإيرانيين توقعوا وعلى رأس محسن رضاي الذي كان قائد الحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية
كانوا يتوقعون بأن العراق سوف يصبح فيتنام ثانية. هذا ما قاله محسن رضائي يعني في أيام قبل الغزو، وكل العسكريين الإيرانيين توقعوا بأن النظام العراقي لن يسقط، وتوقعوا بأنه سوف يقاوم أمام الهجمة الأمريكية، لأن العدو الخارجي دائما يؤدي إلى حشد الجماهير والوقوف إلى السلطة مهما كانت نوع السلطة. هذا ما كان يقوله العسكريون الإيرانيون، ولكن النخبة السياسية وخاصة النخبة السياسية صانعت القرار في إيران، وعلى رأس المرشد الأعلى اختاروا الصمت لمدة 3 أسابيع بعد الغزو اختاروا الصمت الكامل، لم يبدوا رأيهم بمسألة ولا تصريح. أول تصريح جاء من المرشد الأعلى في أول صلاة جمعة بعد سقوط صدام حسين واحتلال بغداد. ما الذي قال فيه؟ المرشد الأعلى قال بأن الشعب الإيراني لم يكن راضيا على صدام حسين، ولكن لن الشعب العراقي لن يقبل بوجود الاستكبار العالمي والاحتلال وما يقوم به من فضائع داخل العراق، يرفض هذا الأمر. إيران مشت، وباقي المسؤولين الإيراني كالعادة كرروا تصريحات المرشد الأعلى، ولكن وزير الخارجية الإيراني حينها خراجي كان له تصريح آخر، قال لولا علينا أن نرى كيف ستكون تركيبة الدولة العراقية، وهذه هي في واقع الأمر البوابة التي كانت تفكر بها. لولا إيران لما استطاعت أمريكا احتلال العراق وأفغانستان، وقال كما خرج أيضا لولا إيران لما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أفغانستان والعراق. نعم. دعيني أكشف سر حقيقة. أنا التقيت المرحوم أحمد الشلبي اللي هو عراب التغيير في العراق، وهو اللي واحد من اللي وراء الذين أصدروا قرار 1998 قرار تحرير العراق. هذا الرجل هو مهندس هذا التغيير في العراق مع الأمريكان. أحمد الشلبي قال لي في بيته في بغداد مع مجموعة من 4 صحفيين آخرين، كنا في جلسة خاصة معه، قال حينما سألته عن موقف إيران قبل الحرب، حتى أضيف للأستاذ مسعود معلومة، قال بأنني ذهبت إلى إيران بعد أن طلب مني الرئيس بوش أن يصدر موقف رسمي من إيران يؤيد الغزو، يؤيدها قبيل الغزو. الولايات المتحدة الأمريكية نعم تحتاج لتأييد إيراني، تأييد إيران أو تحييدها، وما هو موقف إيران في حالة الغزو؟ طلب الرئيس بوش من أحمد الشلبي، فيقول أنا خذت طيارتي من 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 واشنطن ورحت إلى إيران، نزلت بالكويت ورحت إلى طهران. تعتقد لهذا السبب لم تصدر أي تصريحات سياسية؟ لا، خلي كمل لك. يقول حينما قابلت المرشد، فالمرشد قال لي تأييدا لكلام الأستاذ مسعود، قال هذا شأن عراقي والمعارضة العراقية هي كفيلة بالإجابة عليها على الموضوع، فاذهب إلى قوات بدر. فيلق بدر هم الذين مسؤولين عن الملف العراقي، نحن غير مسؤولين عن هذه. هذا ما قاله أحمد شعبي لي شخصيا مع صحفيين. صحيفة هالمهن الإيرانية، تأييدا لمسألة اذهب إلى فيلق بدر، صحيفة هالمهن الإيرانية الناطقة بالفارسية كان لها تقرير حول سقوط صدام حسين في هذه الأيام، نشرت هذا التقرير، قالت بأن إيران استخدمت فيلق بدر كنوات لتكوين الحشد الشعبي في داخل العراق. هذا ما تقوله صحيفة هميهن الإيرانية. وبهذه الطريقة نحن نعرف أول شخصية حاولت أن يكون لها دور داخل العراق كان الشاهرودي، آية الله شاهرودي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، وهو كان أول رئيس للمجلس الأعلى. من المبعدين. طيب. باختصار شديد حتى نذهب لنقطة أخرى دكتور. أنا أريد أقول أنه يعني ليس غريبا أنه إيران دائما تلعب ما يسمى باللعبة المزدوجة، بمعنى آخر أنه تصريحاتها شكل وسلوكها شكل آخر، خصوصا إذا كان فيه مسحة أخلاقية أو أيديولوجية. إيران
هي التي بعثت معظم المعارضة الإسلامية اللي كانت موجودة لديها إلى واشنطن قبل احتلال العراق للتنسيق مع دكتور ظافر. قد يكون مع الأمريكان إن كنت تشير إلى البعد الأخلاقي قد ينتقد هذا الأسلوب، ولكن البعد الدبلوماسي الإيراني تستخدمه أكثر من دولة، أن لا تتوافق الأفعال مع الأقوال. هذا نتابعه حتى للجانب الأمريكي الجانب الأوروبي. تمام، إيران متخوفة. أقول حضرتك أنه في لحظتك كانت أقوال إيران شكل أمام المجتمع الدولي أو أمام شعوبها، في حين هي كانت تشجع المعارضة العراقية بأن تذهب إلى واشنطن تفاهم معها على احتلال العراق، وفرت لهم كل طيب كانت ترسلهم، ولكن مدى السبب. دخلت لأنه بقت لي بالضبط 5 دقائق الوقت أدركنا ولازالت هناك 4 يقولون لي. طيب متى دخلت إيران لمعترك الحياة السياسية العراقية؟ هل هناك مرحلة يمكن أن نلفت الانتباه لها؟ بعد أن تأكدت إيران بأنه مسألة الغزو سوف يتم، بدأت تستثمر في مجال دورها في تكوين الدولة العراقية. إيران كانت متخوفة من أن يصبح العراق قاعدة عسكرية أمنية أمريكية. اقتصادية سياسية أمريكية، وسوف هي تكون الحلقة الثانية من محور الشرق. ولكن لماذا إيران؟ واسمح لي أن أطرح سؤال مباشر يطرحه البعض، أين المجموعة العربية في كل هذا؟ البعض يقول بأن إيران ملأت فراغ العراق بعد خروج القوات الأمريكية أو حتى بعد الغزو الأمريكي مباشرة، كان هناك فراغ لم تملأه إلا إيران. كيف هو تقييمكم لمتابعة أو لتقديرات الدول العربية فيما يخص هذه المرحلة الحساسة جدا للعراق؟ بتقديري أن إيران تملك الخطوة الأولى أو الخطوة السابقة لكل الدول المحيطة بالعراق. إيران لديها قوات مدربة وعاشت في كنف إيران، وهذه القوات المعارضة أغلبها من جلها من العراقيين مسفرين، وتملك هذه القوات قدرات عسكرية، وقاتلت العراق والحكومة العراقية حتى بعد الحرب العراقية الإيرانية متمثلة في فيلق بدر. وهذه القوات كانت سابقة للآخرين في العالم العربي، فكانت أول ما سقط العراق فيلق بدر توغل حاضر. وتوغل في الأراضي العراقية بشرط أمريكي أن يأتوا بأسلحتهم الخفيفة، يعني أسلحة خفيفة ليست مدافع والدبابات، أجوا بأسلحتهم الخفيفة اللي هي متمثلة بالرشاشات والمسدسات وقذائف الـ RPG، ودخلوا إلى العراق، وهم كانوا سابقين لكل دول المنطقة في الدخول. لا شك أنه يعني ليس هناك من دولة عربية لديها الأدوات التي تمتلكها إيران داخل العراق. كانت هناك شبه قطيعة ما بين العراق والدول العربية بسبب الحصار. إيران لديها تحتضن المعارضة الرئيسية والأهم يعني لنظام صدام كانت برعايتها. بعض الدول العربية إنه حتى عندما حاولت يعني إنه تتدخل جاءها تحذير، لأنه الأمريكان كانوا موجودين، أي تدخل قد يفهم أنه سيكون هناك تعارض في المصالح أو يعني سيغضب. ولماذا تركت إيران تتدخل؟ لأنه إيران لا تتدخل بنفسها، لديها أدواتها في العراق. يعني نحن في العراق لا نشاهد جنود إيرانيين، لكن نشاهد يعني عراقيين يتبعون يقولون أننا نتبع الولي الفقيه الخامنئي. الدول العربية عدد منها مدت يد المساعدة إلى النظام السياسي العراقي بعد عام 2003. نعم، ولكن النظام السياسي ربما بنصيحة إيرانية عض الأيادي التي امتدت له، وكان هنالك يعني يحاول أن يقطع. طيب بقت لي بعض الثواني، سأختم بسؤال نعم أو لا للختام. بعد كل هذه السنوات يمكن أن يكون التقدير دقيق، معادلة الإيجابي والسلبي للدخل العراقي بعد الاجتياح الأمريكي، الإيجابيات أكثر أو سلبيات أكثر؟ الدولة الآن تعيش حالة الفوضى. إيجابيات أو سلبيات أكثر؟ انتهى الوقت. سلبيات أكثر. سلبيات أكثر. يعني لا شك يعني هذا التقييم، أنا أتفق مع الدكتور صباح. السؤال
الجواب يكمن في السؤال نفسه طبعا. الإيجابية السلبيات أكثر. ما يزال هنالك أمل بالعراقيين، ما يزال هنالك أمل بالعراقيين لقدرتهم على البناء إن شاء الله. إن شاء الله. أود شكركم جزيل الشكر على التغيير. أود شكركم جزيل الشكر الأستاذ مسعود الفاكة، الدكتور ظافر العاني والدكتور صباح ناهي. كانت حلقة خاصة بذكرى إسقاط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس في بغداد. شكرا على المتابعة والسلام عليكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.